تحرير الكلمه وخلا حتى عبرنا على الراي ديالنا وعلى الطاوله ديالنا وعلى المقاطع. اليوم كنشكركم على التغطيه الصحيه اللي جات. انتما كيف كتشوفوا من هذه 48 ساعه وحنا كنقوموا بالزياره في جهه سوس مسان اللي بدات بمركز استشفائي، الزياره ديالو زياره ديال الوحده الصناعيه ديال الادويه، كذلك المجلس الاداري. واليوم السبت كنستهلوه بابرام اتفاقيه، توقيع اتفاقيه ديال شراكه مع اقليم انزغان ايت، عملت انزغان ايت من اللول. وكنشكر السيد العامل التواجد معنا واللي سهر على هذا النجاح ديال هذه الاتفاقيه، وكذلك رئيس المجلس الاقليمي والساده النواب المحترمين والساده رؤساء الجماعات. كنشكر كذلك الناس اللي هما ديال القطاع ديال الصحه اللي واقفين لانجاح هذه الاتفاقيه والتفعيل ديالها على ارض الواقع، واللي كتهم اولا كتدخل في صوب الاهتمامات ديال المواطن وداخله في التوجيهات ديال صاحب الجلاله لتقديم الخدمات ديال الصحيه للمواطن المغربي، وكذلك المقاربه التشاركيه. فهذا كله امر يصب في تاهيل العرض الصحي اللي غادي يشهد واحد الاقلاع، واللي ان شاء الله غادي يهم بنايات جديده كتهم مراكز صحيه ديال القرب، وكذلك مستشفى بناء مستشفى جديد وتاهيل المستشفى الاقليمي ديال انزغان ايت من اللول واقتناء سيارات اسعاف. شكرا. بمناسبه توقيع اتفاقيه اطار في الميدان الصحي، ونتمنى ان كما جاء في Parce que je sais bien, et en ce moment, on ne pourra jamais se dire qu'il y aura cette division. Convergente. Exactement, en ce moment, les. يعني واحد لونسيتي كبيره اللي هي انه واحد 56000 نسمه، لانه ما هذه لا فرصه ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه لجميع الاتفاقيات سواء على مستوى الصحه والتشغيل وفي نفس الوقت على مستوى التعليم. اذا انه هذا اليوم هذا كنشكر السيد العام على المجهودات ديالو على التشخيص ديال الوضعيات القطاع الصحي بعمالة انزغان ايت من اللول وفق واحد المقاربه تشاركيه.